بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. شوط الختام، شوط ختام أشواط صباح هذا اليوم الخاص للأبكار الفطايم، وهو يعتبر الشوط أيضا الرابع للصعوب أو الخامس للصعوب. ينهي أشواط صباح هذا اليوم، والسبوع القادم يكون مركز صندوق الحلف الشامل يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. هكذا التنويه اللي وصل من اللجنة المنظمة لهذا الميدان للإخوان الراغبين بالاشتراك في مركز الصندوق صندوق الحلف الشاملة. أما شواطنا صباح هذا اليوم انتهت، شارفت للنهاية بهذا الشوط اللي تقود مسيرة الشاهينية سالم بن محمد بن زرب العامري، تليها الشاهينية حمد بن محمد بن قرين العامري، موقعها المركز الثاني. أما في المركز الثالث وين الثالثة؟ الثالث بن بدر الصغير بن عبد الله بن بدر، لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المقدمة وبنتابع وبنشوف ما يحدث على أرضية هذا الميدان. بن زرب متقبض بالمسيرة، بن زرب سالم بن محمد بن زرب العامري قايد لمسيرة الشوط حتى هذه اللحظات. الشاهينية سالم بن محمد بن زرب العامري بالقرين يرفع راية الخطورة، حمد بن محمد بالقرين العامري يرفع راية الخطورة، بن بدر الصغير قادم على المركز الثالث، صغير بن عبد الله بن بدر العامري، لكن المنافسة ما بين بالقرين ما بين بن زرب. الأمور حائرة، الأمور حائرة. الشاهينية والشاهينية، يا هل ترى بن زرب أو بالقرين؟ بالقرين، بن زرب. لحظات معدودة، نهاية الشوط تكون مع بن زرب على ما أعتقد، على ما أشوف الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، تصمد الشاهينية، تصمد الشاهينية، التحمل الأكثر في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن زرب العامري، نهني على فوز الشاهينية بالمركز الأول، وبدت بالانفراد خصوص في اللحظات الأخيرة، التحمل والصبر. المركز الثاني لحمد بن محمد بن قرين، والمركز الثالث للصغير بن عبد الله بن بدر العامري. الدوغيت دقيقتين 23 ثانية. تهانينا لسالم بن محمد بن زرب العامري على فوز الشاهينية بالمركز الأول بهذا الشوط.